السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ازاي تقدر تتخطى حقوق طبع ونشر في الاهداف. انا عارف ناس كتير طلبت مني الحلقه دي وانا اتاخرت شويه فيها، ولكن الحلقه دي حلقه مهمه جدا، واللي انا هشرحه النهارده حقيقي وبيحصل وبتعدي دايما الحته بتاعت الحظر على مستوى العالم. تمام، في حظر يدوي او حقوق طبع النشر بالطريقه اليدويه، ودي مفيش حد بيقدر يهرب منها. احنا بنقدر نهرب من التخطي او الحظر على مستوى العالم. تمام، اللي هو اول ما انت بتنشر الهدف بيجي لك على طول حقوق طبع النشر، وفلوس بتاعت الهدف دي بتروح للقناه الرسميه بتاعت الهدف نفسه. تمام، فاحنا النهارده هنحل ان شاء الله المشكله دي وبطريقه بسيطه جدا، فركزوا معايا. ولكن قبل ما نبدا في اي حاجه، يا ريت تقول لي رايك في الاضاءه الجديده. انا عملت اضاءه جديده، والاضاءتين دول واضاءه هنا، فان شاء الله كل اضاءه كده بقت كويسه شويه عن المره اللي فاتت، وان شاء الله صوتي يكون اتظبط شويه عن المره اللي فاتت. ويلا نبدا. بس قبل ما نبدا، حاول تعمل لايك للفيديو، عشان اللايك ده بيساعدني ان انا ممكن اعمل حلقات تانية بنفس الطريقه دي، او دايما بعمل حلقات لتخطي حقوق طبع ونشر كتير جدا، والحلقات دي دايما بتجيب معايا مشاهدات كويسه وبتجيب معايا لايكات كويسه. فانا لو لقيت مشاهدات كويسه ولايكات كويسه، هدور على طرق جديده وحاجات تانية ان شاء الله انشرها لكم هنا في اليوتيوب. فاتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو، ولو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك اعمل سبسكرايب للقناه وشوف الفيديوهات اللي فاتت. شوف حلقتين قبل كده عملتهم عن تخطي حقوق طبع ونشر، اكيد واحده فيهم هتفيدك واكيد حاجه فيهم هتساعدك. وعشان ما نطولش، يلا على طول نبدا في حلقه النهارده. اول حاجه، انت هتحتاج برنامج للتعديل عليه زي كامتاز استوديو او اي برنامج للبريمير مثلا، اي برنامج للتعديل، حتى في كين ماستر على الاندرويد، اي برنامج انت عايزه عشان نقدر بس نقطع ونعمل التعديل بتاعنا بكل بساطه. وطبعا هتحتاج الهدف اللي انت عايز تعمل عليه التعديل، بس هو كده. هتروح عند امبورت ميديا هنا، وعلى طول هتخش على الهدف اللي انت عايز تعمل عليه التعديل، زي مثلا اهداف مصر والكونغو. عايزين مثلا نجيب اهداف زي دي كده ونفتحها، وهناخد مثلا هدف واحد من الاهداف. تمام، انا موقف الصوت، وهناخد هدف واحد من الاهداف. تمام، فهنروح، انت اول حاجه هتعملها انك هتشيل الصوت خالص من الفيديو. هتوقف الصوت خالص، يعني الفيديو هيبقى من غير صوت. واعتقد ان انت لما تنزل هدف، انت اول واحد يكون منزل الهدف، فاعتقد انت لما تكون منزله من غير صوت فهيبقى عادي، هيبقى شيء عادي جدا. ولكن انت ممكن تحط الصوت بتركايه ثانيه هنشرحها في حلقه ثانيه ان شاء الله. تمام، ولكن خلينا مثلا في الصوره بس كده النهارده ونشوف هنعمل ايه. فاول حاجه مثلا، ده الهدف زي ما انتم شايفين كده، ده الهدف، الكره بتترفع لمحمد صلاح، محمد صلاح بيحط الجون، الناس بتفرح. الهدف، كل ده لسه. تمام، بعد كده عندك اعادات الهدف، اعادات. تمام، كل دي اعادات للهدف، فاحنا مش هنحتاج غير اعاده واحده بس من الاعادات دي كلها. نقول الهدف مثلا هيخلص لحد هنا، نشيل كده بقيه الاهداف ونشوف الهدف ده بس. تمام، ده الهدف. اول حاجه هنعملها ان احنا هنسجل الهدف كله عادي جدا، نروح عند الهدف مره ثانيه، معلش نرجع لسه الهدف نفسه كده، الكره داخل الجون اهي، وقف هنا واقطع، وقف واقطع. اول ما الكره داخل الجون خلاص وقف واقطع. ماشي، هنمشي هنمشي هنمشي. هتقوم رايح جايب حته زي دي كده. تمام، حته زي اللي انت شايفها دي، هتقوم ماشي، بعد كده تقطع وتجيب اعادات الهدف، وتبدا من الاعاده الرابعه. تبدا من الاعاده ايه؟ الرابعه. يعني تبدا من الاعاده دي. تمام، تقطع ده ومثلا تشيله كده بس وتوديه هنا، وتجيب ده كده. لخبط الهدف بقى، يعني تجيب الهدف من الاعاده دي كده. تمام، من الاعاده الرابعه، وتحطها هنا وتسيبها ماشيه عادي جدا. يا ولد بصراحه. تمام، وتسيب الهدف كده، وتقطع بقى الحته اللي بعدها دي، بعد كده ترجع. عايز بقى تجيب فرحه بقيه الناس، يعني مثلا تجيب حاجه زي دي كده، او فرحه محمد صلاح نفسه وهو بيجري، اللي انت عايزه. ولكن بعد دي ما تجيبش اعاده تانيه، حاول تجيب فرحه ناس زي حاجه زي كده.
تمام، وبعد كده توقف وتجيب اعاده تانية، اعاده مثلا زي بتاعه الاوفسايد دي، فاهم اللي هو بيقول لك مثلا ان الجون مش اوفسايد، وتقطع الباقي وتجيب اعاده زي دي. جميل، وانتهى الجون على كده بس. ودي طريقه مضمونه 100% انك هتخليك تتخطى حقوق الطبع والنشر بتاعه الاهداف 100%. ولشوف اي قناه، اي قناه على يوتيوب، اي قناه كبيره على يوتيوب بتعمل موضوع الاهداف ده، هتلاقيها عامله نفس الطريقه دي. الطريقه دي مضمونه 100%، كنت شفتها في جروب ماتريكس 219 عشان بس بندي لكل واحد حقه، مش فاكر مين بالظبط، ولكن شخص كان نشر الحلقه دي او كان قال عليها بس ومباشر تقريبا، وانا خدتها منه. والله لو فاكر اسمه كنت قلت عليه، بس انا فعلا مش فاكر اسمه والله. ولكن الطريقه دي انا عارف ودورت فعلا ولقيت ناس كتير فعلا بتستخدم الطريقه دي وبيفلتوا من موضوع تغطي على مستوى العالم. تمام، فانت لو عملت الحركه دي هتتخطى حقوق الطبع والنشر على مستوى العالم، ولكن حقوق الطبع والنشر اليدويه دي ما حدش بيعرف يتخطاها خالص. تمام، فنبص كده على الهدف دلوقتي بقى عامل ازاي. نبص كده، ده الهدف العادي جدا، بيبقى عباره عن 10 ثواني او 5 ثواني بالكتير. تمام، بالظبط الهدف 6 7 ثواني بالظبط، ده الهدف. بعد كده بتجيب فرحه الناس، طبعا بس بيهنك شويه تصوير. تمام، بعد كده بيجيب اعاده الهدف، بعد كده بيجيب فرحه الناس، بعد كده يجيب الاعاده الاخيره بتاعت الهدف عادي جدا، او ممكن حتى ما تجيبش الاعاده الاخيره بتاعت الهدف لو انت عاوز تنجز في الوقت. وانا برجح لك انت ما تجيبش الاعاده الاخيره بتاعت الهدف، يعني لو انتهت على فرحه محمد صلاح هو بيفرح كده بالهدف دي كويسه جدا. اما موضوع الصوت، لو انت فضلت تحط الصوت وقعدت تقطع مش هيجيلك حقوق طبعا نشر، ولكن حقوق الصوت نفسها مختلف عن حقوق الصوره. تمام يا شباب، فالافضل انك تبقى شايل الصوت بس كده. اتمنى اكون افدتكم بمعلومه في الحلقه دي، واتمنى تكون الحلقه دي صحيحه 100%، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى مره تانية انها تشتغل مع كل الناس اللي بتحاول تنشر اهداف وتحاول تشتغل وتنشر اهداف على اليوتيوب وبيجي لها حقوق طبع ونشر. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يكون الاضاءه والحاجه السيت اب الجديد ده يكون كويس. ولسه هنرسم حاجات ورا، لسه باخد كومنتات من الناس، يعني لسه باخد بعض الكومنتات ونشوف هنرسم ايه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. Let it go.